جهاز الكمبيوتر توموجرافي او سي تي هو عبارة عن اكس راي بيزد ايمجينج ميثود، يعني طريقة تصوير طبي مبنية على الاكس رايز. اوكي، الحاجة الأساسية اللي بتفرق عن البلين اكس راي اللي احنا متعودين عليه هي انها بتجيب لنا او بتعرض لنا كروس سكشنال ايمجينج راذر ذان بروجكشن ايمجينج. يعني ايه بروجكشن ايمجينج؟ يعني البروجكشن بتاعنا ان انا لما باجي اصور المريض بالاكس راي، الصورة اللي بتطلع في الاكس راي عبارة عن كل الاعضاء اللي ماشيه في سكه الاكس راي سوبر امبوزد على بعض، او كلها يعني متراكبه على بعض. فمعنى كده لو في عندي جزء صغير من التيشو اللي عندي دوت في مشكله، وبقيه السكه اللي ماشي فيها الاكس راي دي كلها نورمال، يبقى معنى كده يبقى في صعوبه شديده بالنسبه لي لما اجمع كل الحاجات دي على بعض ان انا اشوف التغيير الطفيف اللي حصل لي في المنطقه الصغيره دي، النتيجه لان هي تبقى بيسكلي دايليوتد او هتضيع في وسط الحاجات التانية الكتيره اللي سوبر امبوزد عليها. فكروس سكشن ايمجينج بيبقى لما ببص للصوره بتاعتي، بدل ما كان كل نقطه عندي في البروجكشن ايمجينج بتعبر لي عن الانتجريشن او السميشن بتاع كل النقط اللي كانت في سكه الشعاع بتاع الاكس راي، لا، في الكروس سكشن ايمجينج كل نقطه بتعبر عن نقطه فعليه موجوده جوه الجسم. فدي طبعا بتفرق معانا جامد جدا، لان احنا لو بصينا على كل نقطه من النقط اللي موجوده ممكن نعرف اذا كان فيها تغيير او ما فيهاش تغيير، وما بتاثرش عليها وجود نقط جنبيها ممكن ما تكونش اتغيرت. فطبعا بتبقى بالنسبه لنا افضل كتير جدا في الايه، في التصوير. طبعا ده الشكل بتاع مكنه السي تي. بيبقى عندي هنا حاجه اتكلم عليها بعد شويه اسميها الجانتري، بيبقى في عندي هنا تيبل. اوكي، وبيبقى في عندي طبعا الكنترول بانل، بيبقى في مكان بقدر ان انا اصور بيه، او المكان اللي انا بكنترول بيه الايه، المكنه نفسها انها تشتغل ازاي. طبعا في اثناء ان الاكس راي بيبقى طالع من المكنه، المفروض المكنه تبقى محطوطه في اوضه مقفول عليها، وتبقى طبعا الاوضه دي محطوط لها بروتكشن بحيث ان هي ما الاكس راي الموجود جوه ده ما يطلعش بره، او ما يتعرضش ليه الناس اللي بره الاوضه بتاعت الاشعه. الصور بتاعت السي تي زي ما احنا شايفين كده ممكن نجيب بيها كروس سكشنال ايمجينج لحاجه زي البرين مثلا، يعني نصور بيها الهيد مثلا ونطلع بيها صور بالشكل ده. طبعا الريزولوشن بتاعت الحاجات دي بتبقى ممتازه جدا، ممكن احنا نشوف بيها حاجات الحقيقه ممكن تبقى فيري فاليبل بالنسبه للايه، للدايجنوسيس. ممكن اصور بيها برضو الابدومين، ممكن اصور بيها كل حاجه دلوقتي الحقيقه يعني. وبعد كده بقى في برضو بعض انواع من السي تي دلوقتي نقدر ان احنا نخليها ريل تايم، بحيث نقدر نصور بيها القلب كمان.